ما اتهمت كلها في المحكمة. والله حجي حقك ما سمعت أنا شيء شو أسوي. صيح هو المتهم وكلاء المتهمين الصدر حكم عليهم بإمكانهم الخروج. صيحوا المتهم طه ياسين رمضان. المتهم طه ياسين رمضان. وكيل المتهم حاضر. من هو وكيل المتهم؟ المحكمة مهيئة للنطق بقرار الحكم. لا كن واقف كن واقف كن واقف. قرار الحكم قررت المحكمة الحكم على طه ياسين رمضان بالسجن مدى الحياة لارتكاب القتل العمد كجريمة ضد الإنسانية وفق المادة 12 أولا أليف بدلالة المادة 15 أولا ثانيا ثالثا رابعا وخامسا من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005 وحددت العقوبة استنادا لأحكام المادة 406(1) أليف من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل بدلالة المادة 24 من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا وصدر قرار بالاتفاق. 2 أليف كما قررت المحكمة الحكم على طه ياسين رمضان بالسجن لمدة 10 سنوات لارتكابه إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان كجريمة ضد الإنسانية وفق المادة 12 أولا دال بدلالة المادة 15 أولا ثانيا ثالثا رابعا من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005 وحددت العقوبة استنادا لأحكام المادة 421(ب) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل بدلالة المادة 24 من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا لسنة 2005 وقرارا بالاتفاق. ب الحكم على المدان طه ياسين رمضان بالسجن 7 سنوات لارتكاب التعذيب كجريمة ضد الإنسانية وفق أحكام المادة 12 أولا واو بدلالة المادة 15 أولا ثانيا ثالثا رابعا من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005 وحددت العقوبة استنادا لأحكام المادة 333 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 69 المعدل بدلالة المادة 24 من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005 قرارا حضوريا وبالاتفاق. رابعا الحكم على المدان طه ياسين رمضان
السجن 7 سنوات لارتكابه أفعال لا إنسانية كجريمة لا إنسانية أخرى كجريمة ضد الإنسانية وفقا لأحكام المادة 12 أولا ياء بدلالة المادة 15 أولا ثانيا ثالثا رابعا من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005 وحددت العقوبة استنادا لأحكام المادة 479 فقرة 2 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل بدلالة المادة 24 من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005 قرارا حضوريا وبالاتفاق. لعدم توفر أركان جريمة الإخفاء القسري كجريمة ضد الإنسانية بحق المتهم طه ياسين رمضان، قررت المحكمة براءته من هذه التهمة استنادا للمادة 182 باء من قانون الأصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل قرارا حضوريا وبالاتفاق. ثانيا، تنفذ العقوبة الأشد بحق المدان استنادا لأحكام المادة 142 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل. ممكن أتكلم كلمة؟ نعم يا أخي القاضي؟ نعم لا خل نعم بس مختصرة لأن يعني مختصرة لا مختصرة إذا عندك فتشي أنت يعني أمامك تميز مدة التمييز 30 يوم أمامك مرحلة التمييز بإمكانك أن تثبت كل شيء في اللائحة التمييزية وإحنا تلقائيا هم راح نرسل الإضبارة إلى محكمة التمييز للتدقيق بخصوص ماشي ولكن أقول أساتذة يعني أنا أستغرب يعني لوش الجلسات المحكمة والمحكمة والشهود والشيء اللي يقدم شخص في قضية ليس له أي علاقة ثبت التهم قتل عمد من هو اللي قتل من قبل عمد تهمة الجريمة الإنسانية يعني قضية واضح جدا إذا كان الأمر باتجاه شخص ليس له صلة بقضية وهي قضية طبعا غير شرعية فكيف الحال ممن كان عدو مواجم تجاه هذه القضية فواضح جدا أنا أقول أمام الناس أي. أن الحكم مهيأ ليس له علاقة بكل جلسات المحكمة أي. و يعني كل الحديث اللي صار ما له علاقة بشيء اللي تكلمت به جنابك الآن أي اتهام بقتل العمد يعني في أي قضية في أي موضوع بإمكانك أنت مراجعة عن طريق وكيلك مراجعة قرار المحكمة ودراسة نصوص القرار ومطابقته لنصوص القوانين النافذة اللي إحنا أشرنا إليها وبإمكانك بيان دفوعات وطعونات قانونية إجرائية واقعية بالنسبة للقرار أمام محكمة التمييز القاضي أنا مو هذا قصدي أنا قلت لك في آخر جلسة قلت اللي لفقوا هذه القصة وسووا القصة في مبركة وجابوني هنا مو من أجل الفرجة من أجل عندهم قرار في ذهنهم هذا اللي موجود وهذا لا يهم أنا أعرف هذه المحكمة لا تبريني ولا تنهيني بيد الله سبحانه وتعالى وبيد المجاهدين والسلام عليكم